ايش تبغوا سكين؟ نختاروا سكين يا عيال، اختار شامبيون بعدين نختاروا سكين. ليونا ولا ليستر؟ ليونا ليون. يلا خلينا نروح مس فورتون مدام راحوا هادي وكلهم سكويشيز. عندنا تيم حق مس فورتون. اوه فين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب، وإن شاء الله تنبسط. أجبت الثاني أحسن؟ جبت نيم، جبت ثاني. ما أدري ليه ما فلّي. وفي حفلة هنا، خذونا. تعال 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 كوش تعال كوش طنش. ما جاء رجال كده بيته. احنا دي في بي. لا لا تجي. ايش ما تشلد الريكوفري. خلص الجيم. Can't make it. The shit's stuck. Out my way, son. Door stuck. Please. There's nothing I can do. Oh no. Okay. دوبني مضيع. أنا ندعي يعني دوبني مضيع الكيو قدامك باش ولا إيه. ها عندي ولا شيء. أخذت مع الكمبو حقي. هترجع ولا سوي تي بي؟ سوي تي بي. هو أموت بسرعة ما تفكر. عندك إيه؟ روح عليها بسرعة. أنا أتخيل ريلي عبد الله. يلا أنت عندك موفمنت عالية تقدر توصل. أنا انتهى روح روح خمسة أربعة دايب يس صورنا ما عنده أكثر. خلي بتموت. اوكي. ما اقدر اخلي بين السيف وش علينا ترى. بس ما نتوقع. شوف كذا برجع اشتريه. جيب من المنيو هذي. عرضه جات فيه. ما عندك ما عندك. لا. أنا جاي. إلا سوي. كنسل. وانزل تحت. خلي فين؟ أوكي. ما أنا بابي. ما عندك فلاش عليك. بداي. ثلاثة. اثنين. I have. أحتاجك. أبوه ولا أسف. هذا هنا الله 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 هذا هنا ايش بهم كلهم بطل يا عيال ايش فيه ايش في بولتك من هذا من هذا هند ارنيا هذه ما اقول اي شيء الله عليك عبد الله حاو ها عبد الله ها احول التم فايف ما عندي شيء اصلا الو امشي 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 في حد دخل في هنا هو هنا نخش مع مالفايت لا هذا مالفايت ترى هاي داي اوه جيش يلا على مين تبغى بيه لا يا حد في بيه ما عندي طيب ستاتي Leave me
alone. لا بس يلا خلاص ارجع 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 في احد ليزر جاي يا رجل ليش الالت اللي بريال هذا مع السلامه دفنت حسيت فاضي ايش عليها اما ما يهيئني هذا لو انا لحالي ابو حياتنا كلها تعتمد على الجيس على اي حد جنبنا ايش هذا قفز هنا مين تبغى لكس ولا هذه 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 جنبنا كوادرا هذا ليش زعلان ليش تبغى تروح البعيد انا ماني فاهم واللي جنبنا مو عاجبك يمكن لكس فجرك اصلا لا يا عمي لكس ما فجرني بعد من الكيو حقه خلصنا اذا صادنا الكيو اي داي انيويز فولتك التي معي من بعيد زي كذا لا لا احسن بالغلط بالغلط ايه بدل قلتي كان بيفكر هو بيسوي هذه ما ادري ايش بيسوي وات ذا فك في حد جابوا علي بالغلط ولا ايش اللي صار لا لا هي فكت قلت هي مو علي اتوقع لما تفايت اللي جنب ضغطوا علي انا ظهر انا ماني سريع زيك يعني ازاي بروح عليك يو اوريدي بس نعرفك مثل زي انا ماشي وراك جنبك يعني ما قدمت تبغاني اجيبه والله يبغى لي ايتم يجري اوردي يا اخي يا اخي مره سكوشي يا اخي انا مره سكوشي شوف كم كل عندي وهذا برا الجيم بيضربني ضربتين اي ديسجري ام اكس يو نيد تو نو ات امبورتنتلي نوت فور يو تو بي ايبل تو دو ات بوت فور يو تو بي ايبل تو اندرستاند هاو اي دي سيز بلاي اند هاو اذر بيبل بلاي بلس اف يو ار جوينج تو بلاي رينج سبورت ذس از ابليكابل عليك فايتنج از ابليكابل عليك از ويل مان مو بس كايتنج لانه كايتنج كمز وذ مالتيبل ايش وذ مالتيبل فاندمنتلز واحده اللي هي السبيسينج How do you space when you kite, right? لما الآدم يقدم تقدم لما الآدم يرجع ترجع and how do you maintain يعني enough space for you to be able to play, right? So you have to maintain enough space where انت الأوتو أتاك حقك الماكسيمم رينج حقه مو لازم تجي ملي سايز يعني لما شايف لكس اللي كان بيلعب قدامنا دحين even though he was not very good he was auto attacking all the time and he was spacing he was not doing everything properly but at least he was doing part of it كان بيجي بيسوي كل شوية بيسوي تريد صغيرة تريد صغيرة auto attack صغيرة auto attack صغيرة knowing how to do that is very important as any player in the game including supports that are melee because range حق الملي برضو مختلف champions الملي الرينج حقهم goes and bad Irelia has one of the highest range if not the highest range في الجيم in terms of melee تضرب على 250 opposing البقية if I remember correctly 150 ولا 200 knowing how to space enough for you to hit واللي قدامك doesn't hit is very important تلعب قدام ملي support وانت range support you want to reach the auto attack range حقك تضرب وترجع ما تخليه يقرب منك how do I space between me and my Alistair this is all kiting knowledge and not knowing that knowledge is saying that plus even if you don't need it in your champion you need to know what each role does so that you can know how to play around it